من نريد نسولف عن الخدمة، يعني صراحة كل الدول يمكن شافوا اللي اجوا للعراق، شافوا الخدمة اللي يقدمها العراق، والعراق اليوم سفرته ممدودة على طول هذا الطريق. يعني هذه المواكب فاتحة أبواب القلب قبل أن تفتح أبواب المواكب لاستقبال الزوار. فهذا المسير ببركة الشهداء وببركة دماء الشهداء ما زال مستمر هذا المسير. احنا اليوم من نتحدث عن زيارة مليونية نتحدث عن تحدي وإصرار وعزم. تدرون مشاهدينا الكرام ويمكن تتزاحم الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي انه مناطقنا الأخرى صار بها تعرض، اليوم تصير بها معارك، يحاولون انه بهذه الأيام عندما يتوجه عشاق الحسين الى معشوقهم الابدي الامام الحسين عليه السلام ان يستثمر الفرصه، لكن نقول هيهات. فهذا المسير هو مسير انتصار ان شاء الله بجهود ابنائنا القوات الامنيه وبالحشد الشعبي وبجهود الابطال. تبقى هذه المسيره الحسينيه مسيره منتصره. اليوم تعليق قبل ما انتقل الى زملائي بالاستوديو، انشاهد هذا الطريق يزدحم بالزائرات، الحمد لله والشكر الالتزام واضح. فهذا المسير الزينبي، هذا المسير الحسيني، هذه البيعة والمواساة للحوراء، إن شاء الله نتأمل ونتمنى قبول الزيارة وأن يسجلنا رب العالمين بسجل الحوراء وبسجل فاطمة الزهراء وبسجل حبيب ابن مظاهر كخدمة للإمام الحسين، ونحن نتشرف بهذه الخدمة. الفرات كما عودتكم أبدا ودائما بهذه النوافذ المتعددة تنقل هذه الصور مع شبكة مراسلين، أكيد مو محطتنا الأخيرة، نحن وأنتم ومع الزوار سنتجه إلى كربلاء. فهذه عودة إلى الزملاء لننقل هذه الصور الولائية عبر هذه النوافذ الحسينية عبر الفرات. حسينيون ما بقينا إن شاء الله. زينب الكبرى لأبي الفضل الطبيب، جئت من صوب الحبيب، دافت أم البنين فالتدين خطى عن صاحب العصر ورضاه رجائي عدتي ذخري، إنهم آل من يفون بالنذر فهم أول الزوار في قبري. ها هو المولى حسين قد أجاب الملكين لجميع الزائرين رد دين الأربعين. نشيد السائر الهائم منذ عامين وقلبي باللقى حليم، لم أزل أطلب التوفيق من فاطم على أمشي إلى محبوبها قادم. فإليه الخطوات باقيات صالحات، سأراه كل حين رد دين الأربعين.